هايدي، دائما برحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على المواهب الشابة السورية اللي بنعتز وبنفتخر فيها على طول. اليوم معنا صبية حلوة عمرها 16 سنة بتعزف على الكمان، اشتركت بعديد من الفعاليات والمهرجانات، بلشت العزف على الكمان بعمر العشر سنين واليوم بلشت تحترف هي الحفلات. صحيح، انه اليوم في كثير اطفال وشباب عندهم قدرات كثير حلوه وبيستاهلوا انه نحن نسلط الضوء عليهم وعلى مواهبهم ليكونوا قدوه لغيرهم. اليوم معنا موهبه مميزه، الشابه فينوس ابراهيم ابنه 16 عام. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. لما نقول عزف وموسيقى حلو، بس كمان نختار آلة صعبة. خلينا نحكي كيف بلشتي، كيف حسيتي حالك فعليا بتحبي العزف على الكمان؟ من لما كنت صغيرة كنت تشوف هاي الآلة على التلفزيون، فكنت ضل أقول لأهلي إنه أنا بدي من هاي الآلة، بدي من هاي. فلما كبرت أخذوني أهلي وسجلوني بالمعهد وبلشت التدريب، وحبيت كثير الآلة وحبيت صوتها. احكي لنا اكثر، مين كان الداعم اليك ببدايتك؟ اول شيء كانوا اهلي. بعد ما سجلت بالمعهد واخذت شوي على وقت، ضل الاستاذ معي ودعمني كثير، الاستاذ حسان خليل، وكان معي كمان الدعم الاول وكثير شجعني لحتى وصلت لهم. خلينا نسمع شيء منك، شو حابه تعزفي لنا؟ ومعنا والدتك بالاستديو، هي الدعم الاساسي لك، اكيد بدنا نوجه لها تحيه. خلينا نسمع. اول شيء كل عام وانتم بخير، بنسمع عزوفه العيد الميلاد. كثير حلو. خبرينا اكثر عن التدريب، كيف قدرتي تجمعي بين التدريب والدراسه؟ اول شيء كانت فتره صعبه التدريب، فتت على المعهد ضليتني شوي فتره، بس بعد الممارسه والتدريب وصلت لهون. بالنسبه للدراسه كنت ادرس فتره معينه، وبعد فتره استراحتي امسك الكمان واعزف عليه، اتدرب عليه. يعني نسقت بين الوقت الدراسه والعزف، وبعدين صرت اتدرب شوي شوي واخذت على الجو. قد ايش صار لك بتعزفي؟ 6 سنين تقريبا؟ تقريبا من 10 سنين. كم ساعة تدريب يعني بتتدربي باليوم؟ قد ايش بياخذ وقت؟ ولا ممكن انت تتدربي زيادة لأنك بتحبي العزف أو آلة الكمان؟ هلا أول فترة لأنه كنت جديدة على الآلة كنت آخذ 2 أو 3 ساعات تدريب، بعدين لما شوي شوي أخذت إيدي عليها ساعة ساعة ونص بشكل يومي. طيب احكي لنا اكثر، شو نمط الاغاني او الموسيقى اللي بتحبي تعزفيها؟ اغاني هاديه للسيده فيروز، لام كلثوم، السيد عبد الحليم حافظ. من هيك. كيف قدرتي تتعلميهم؟ مع فتره الممارسه والتدريب. طيب خلينا نسمع شيء منك، شو حابه تسمعينا كمان؟ اغنيه ليالي الشمال الحزينه للسيده فيروز. تمام. Thank you.
العافية، كثير حلو نور مو هيك؟ أكيد. وبتحسي آلتي كمان آلة صعبة، يعني قليلة تلاقي هيك صبايا صغار بيتجهوا لعزف الكمان. خلينا نحكي، شاركتي بعدد من المهرجانات أو الفعاليات بالعزف، شو بيحكي لنا عنها؟ أول شيء طبعاً مع الفرقة، فرد أنا من فرقة فنون موسيقية، شاركنا بكثير حفلات ومهرجانات، ومنهم رحنا على السفارة الهندية، وكمان شاركنا بحفل كتاب العرب، اتحاد كتاب العرب، وكمان شاركنا بعدة مهرجانات بالمركز الثقافي العدوي أبو رماني وكفر سوسة، وحتى يعني اندعينا لبرا المحافظة ورحنا على أدلة. طيب احكي لنا بينوس، شو طموحك اليوم؟ شو بتحلمي تصيري لبعدين؟ هل رح تكفي بهذا المجال؟ أكيد رح أكفي بهذا المجال، وناوية إنه إن شاء الله مع الأيام صير شيء مهم بالموسيقى، صير لي اسم وكمان بدراستي. ان شاء الله بتمنى لك التوفيق. خلينا نحكي، صرتي اول شيء كنت عم تتدربي بالعزف لحالك وتعزفي بنقول مقطوعات موسيقيه منفرده، صرتي هلا تعزفي مع فرقه موسيقيه. العزف المنفرد يمكن مختلف عن العزف الجماعي، كيف لقيتي الشغل او العزف مع الفرقه بشكل جماعي وانه اجمل، ولا لقيتي صعوبه ولا كان الموضوع مختلف؟ هلا اول شيء لما بلشت اعزف لحالي لقيت في صعوبه شوي، بس بعدين تعودت. بس على الجمال مع الفرقة بتكون أحلى، لأنه بتحسيها أنه بتطلع روح واحدة كلياتنا، يعني كلياتنا بتحسينا شخص واحد عم نعزف على آلات. إيه آلات مختلفة بيكون موضوع أجمل. طيب احكي لنا، في حدا من عيلتك بحب الموسيقى بيعزف لحتى هيك؟ أهلي هيك كلياتهم، حتى البابا بيشجعني دائما. خبرينا عنهم أكثر، شو بيعزفوا؟ شو نمط الآلات يلي بيعتمد عليها؟ هلا هن ما بيعزفوا، عندي قرايبيني مثلا بيغنوا هيك، وعندي بابا كثير بيسمع موسيقى، يعني فينا نقول إنه موهبتك مكتسبة من الأهل. إيه هيك. طيب خلينا، المعزوفات اللي بتحبيها أكثر شيء، العربية ولا الشرقية؟ وانو اللي بتلاقي فيها صعوبه بالتدريب عليها؟ الصعوبه بالشرقيه اكثر، لانه فيها تحويل علامات ومقامات، لانه بنعرف كمان آلة يعني غربيه، فالشرقيه بس الشرقيه بتكون احلى من الغربيه بالعاده. طيب بالنسبه للصعوبات، اكيد بالبدايه واجهتي العديد من الصعوبات، احكي لنا اكثر شو اللي صار معك. اول شيء اول بدايتي كنت كثير انه خاف، مثلا ضلني انه متلبكه، ما يعني حتى الاستاذ يجي يقول لي سمعيني مثلا هي المعزوفه او شيء، كنت ضلني انه ارجع لورا، ما انه ما استرجي وقف قدامه او سمعه شيء، كنت خاف انه خربت او حتى انه ما يعني ما اقدر اعزف للمعزوفه. مين كسر لك حاجز هالخوف؟ رفقاتي والاستاذ بالمعهد كانوا دائما يشجعوني، وحتى اهلي دائما انه هيك اكتسبت الثقة بالنفس من ورا المعهد، وحتى يعني كثير هيك انه صرت انا اروح لعند الاستاذ مثلا اقول له سمع لك هاي المعزوفة ان حفظتها جديد، يقول لي سمعيني وهيك. الموسيقى لغة الشعوب يمكن وهي من اجمل انواع الحياة فينا نقول، قديش بتأثر بتحسي الموسيقى والعزف على شخصيتك كصبية صغيرة، يعني عمرك 16 سنة ببداية العمر، تنعكس نوعا ما على نفسيتك وشخصيتك هيدي الموسيقى؟ كثير، انه مثلا لما اكون مزعوجه بمسك الكمان بعزف عليه، فبحس نفسيتي بتتغير، انه شو انه انا عبرت عن حالي وعن حالتي بالعزف. كثير انه بحس نفسيتي بتتغير، كل الطاقه بالموسيقى بتحسي خلال العزف. طيب عندك موهبه ثانيه غير العزف؟ في موهبه ثانيه بس يعني مو كثير، بس رسم، صباح، كتابة. كتابه. خبرينا. بكتب احيانا لما كمان اكون مزعوجه او شيء. شو نمط اللي بتكتبيه؟ نمط هيك عبارات خفيفه، شغلات هيك صغيره عن الحياه وهيك، يعني هيك. ممكن نشوفك بالمستقبل بما انه انت بتحبي الكتابه تالفي موسيقى، يعني مقطوعه موسيقيه مع اغنيه، ممكن نشوفها، يعني حطيتيها ضمن هيك خطتها. احكي لنا، انت بالبدايه دربتي عند استاذ خاص ولا عادي؟ لا، معهد موسيقي كان. معهد. كيف حسيتي التدريب؟ في اهتمام، في رعايه عم بيكون؟ كثير كثير كان في اهتمام، وكثير كان في دعم بالنسبه لإلي. لما فتت على المعهد يعني حتى مو بس الاستاذ، حتى رفقاتي اللي كانوا معي بالمعهد كثير شجعوني، وحتى هن علموني، يعني مثلا انا مالي حافظه اغنيه، كلهم كانوا يجتمعوا علي ليحفظوني الاغنيه. ما كنا مثلا نروح نورجي الاستاذ انه واحده منا مو حافظه الاغنيه، كلياتنا كنا نحفظها بعدين نروح لعند الاستاذ انه نحن حفظنا الاغنيه ونحن صرنا جهزنا. كان التدريب بالبدايه مع استاذ، هلا بتتدربي فردي ولا لا مستمره؟ لا، كان بالبدايه مع فرقه كامله. انا سجلت بمعهد يعني فرقة كاملة، ومن بيناتهم صرت يعني فترة كتير صغيرة أنا انضميت للفرقة بسبب أنه كانوا يساعدوني دائما.
كنت تقريبا الصف السادس لما انضميت للفرقة. يعني بعد سنتين أو سنة من العزف المنفرد بلشتي مع الفرقة. قد إيه أثر على طريقة عزفك العزف الجماعي؟ يعني بتحسي صار بطريقة أسلس أو أهون عليكي؟ إيه بتحس حالي إنه عم بعزف أكثر من لما أكون فردي، لأنه لما أكون كنت فردي كنت خاف إني أعزف لحالي، بس لما تصير إنه مثلا رفيقتي عم تعزف جنبي أنا أطلع عليها أشوفها عم تعزف أتشجع أنا كمان أعزف مثلها. فهيك. طيب شو نصيحتك لكل طالب هيك عنده هدف حابب يحققه؟ بنصح اي طالب عنده شيء طموح او شيء يعني ينميه اكثر، يعني ما انه يطمره او انه ما خلص انا موهبتي هيك ما بدي ورجيها لحدا، بنصح اي حدا انه مثلا عنده حدا كبير او واعي يروح يحكي له انه انا عندي هاي الموهبه مشان ينميها اكثر، مشان انه ما يضله هيك لحاله. خلينا نسمع شيء منك بالختام اذا حابه تعزفي شيء مقطوعه. خلينا نسمع. اليوم بدعمك قديش مهم لأي حدا عنده موهبة عم يتابعنا، دور دعم الأهل وتشجيع طفلهم على استمرار بهي الموهبة ده بيلعب دور إيجابي لاستمرارك بالعزف. دور الأهل كتير بيلعب دور إيجابي، لما الطفل أو أي حدا بيكون بالبيت مثلا بشوف أهله عم بيشجعوه إنه عمل هاي القصة عمل هاي القصة عمل هاي الشغلة، دائما هيك كتير إنه بحس حاله إنه هو عنده اهتمام بالبيت، فبحس إنه أهله مهتمين فيه فأكتر بتشجع إنه يعمل الشيء اللي هو بده إياه، غير إنه لما يكون ما في حدا عم بيشجعه وما في حدا عم يدعمه. بدنا نشكرك كثير الطالبة فينوس إبراهيم، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. أكيد موفقة، نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يا رب تحققي كل أحلامك، نشوفك عازفة مهمة على الصعيد الموهبة وتحققي أحلامك بالمجال الدراسي. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك كمان.